السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم عمرو إيديا المحامي، ورجعنا لكم بفيديو جديد هكلمكم فيه عن الفرق بين الحكم الابتدائي والحكم النهائي والحكم البات. فلو عايز تعرف الفرق بينهم يبقى الفيديو ده يهمك، ولو حضرتك رافع قضية على حد وصدر حكم لصالحك يبقى الفيديو ده يهمك، ولو حضرتك مرفوع عليك قضية وصدر حكم ضدك يبقى الفيديو ده يهمك. بداية، الحكم القضائي بصفة عامة هو النهاية الطبيعية التي تختم بها الخصومة القضائية، فالحكم هو القرار الذي تصدره المحكمة في الخصومة طبعا وفقا للقواعد المقررة قانونا في نهايتها أو أثناء سريانها، وسواء صدر في موضوع الخصومة أو في مسألة إجرائية. ومن هنا يجب التفرقة بين الحكم الابتدائي والحكم النهائي والحكم البات. واحد، الحكم الابتدائي هو الحكم القابل للطعن عليه بكافة طرق الطعن العادية وغير العادية، فالحكم الابتدائي قابل للطعن عليه بالاستئناف إن كان حكما مدنيا أو حكما جنائيا حضوريا، وقابل للطعن عليه بالمعارضة إن كان حكما غيابيا في جنحة، أو الطعن عليه بطلب إعادة الإجراءات إن كان حكما جنائيا في جناية، وقابل للطعن عليه في كافة الحالات بالتماس إعادة النظر إذا ما اتضح أن أحد الخصوم قد أدخل غشا أو تدليسا على هيئة المحكمة. 2، الحكم النهائي هو الحكم الصادر من المحاكم الاستئنافية، ومعنى النهائية أن هذا الحكم ينفذ بمجرد صدوره وإعلان الخصوم به، ولكن إن كان نهائيا فإنه قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض التي يمكنها إعادته مرة أخرى أمام محكمة استئنافية بدائرة أخرى غير التي أصدرت الحكم، إذا ما ثبت لمحكمة النقض أن الحكم قد وقع فيه خطأ في تطبيق القانون، كما ويعد الحكم الابتدائي المعلن لكافة الخصوم والذي مرت عليه مواعيد الطعن عليه بالاستئناف حكما نهائيا واجب تنفيذه. 3، الحكم البات هو مصطلح قانوني يسمى بيتوتة الحكم، أي أن الحكم أصبح غير قابل للطعن عليه بأي وجه من أوجه الطعن، أي لا يمكن الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف أو محكمة النقض، حيث أن الطعن بالنقض وإن كان لا يوقف تنفيذ الحكم إلا إذا ارتأت محكمة النقض وقبل نظر الدعوى إيقاف التنفيذ، إلا إنه يحق للمحكمة إلغاء الحكم وإعادته أمام المحكمة الاستئنافية وإيقاف قرار تنفيذه عقب نظر الدعوى. Thank you.